السلام عليكم. اليوم عندنا أخبار جديدة على ملعب براقي، حيث أنه فيه عملية تاع تأثيث كامل للغرف تاع الفي بي والمقاعد وكافيتيريات، ويعني كل مكان، وكذلك فيه تحسن في العشب الطبيعي، وإن شاء الله يعني الأشغال راهي انتهت تقريب 99.99%، وبقات عملية الإخضرار. هنا نشوف طلع نتاع المدرجات من الجهة الخلفية والجهة الداخلية، إذن طلع نتاع الإطنشيتي، وهنا كذلك نشوف التجهيز الداخلي، وهنا نشوف كذلك عملية وضع الطالع تاع الإطنشيتي في الفضاءات الداخلية. وكما الآن شفنا هذه غرف تغيير الملابس. إذن هذه هي الصور الجديدة تاع ملعب براقي. نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.